مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. سلامة الغذاء، سلامة الغذاء من الملفات والموضوعات الهامة جدا اللي لازم نديها حيز من الاهتمام، لأن سلامة الغذاء مرتبطة جدا بصحة الإنسان ومدى سلامة صحة الإنسان. احنا طبعا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير، داخلين بقى على موسم اللحمة والناس كلها تاكل لحمة إن شاء الله في العيد بإذن الله، ولكن مهم جدا إن احنا نركز على مدى صلاحية اللحوم اللي هنتناولها. إزاي ممكن نعرف إن اللحوم دي سليمة من شكلها، من ريحتها، مواصفات اصلا الغذاء السليم ممكن تكون ازاي؟ هنعرف ده النهارده من ضيفتي العزيزه اللي بتشرفني في هذه الفقره، هي دكتوره صفاء حسن، استاذه تغذيه بمركز البحوث الزراعيه. دكتوره اهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه طبعا. اولا حبيبتي ومصر كلها بخير. ربنا يخليك يا فندم، انت بصحه وسلامه. احنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله يكون في بقى تناول للحوم، يعني موسم بقى اللحمه والناس كلها بتبقى مهتميه في الايام دي تاكل اللحوم بشكل مكثف شويه. لكن مهم قوي ان احنا قبل ما نتناول اللحوم نعرف هل اللحوم دي سليمه صالحه للاستهلاك الادمي ام لا. فازاي اعرف من حضرتك كده، ازاي احنا لما نيجي نشتري اللحمه نعرف ان اللحمه دي سليمه من خلال شكلها ومن خلال ريحتها؟ تمام. هو اللحمه علشان خاطر نجيب لحمه مظبوطه يبقى اول حاجه نبتدي نتجه ليها المكان الموثوق منه، يعني ما نروحش نجيب لحمه من اي مكان تاني او سوري من شوادر اللي هي بتبقى منتشره جدا. مش معلومه المصدر يعني. بالظبط كده، احنا مش عارفين اتذبحت فين، الاختام دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، وخاصه ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش شكل الختمه او المواصفات المظبوطه بتاعت الاختام. مش شاطره قوي في شراء اللحوم يعني. لا الاختام هو المفروض بيبقى في اختام معينه بتبقى موجوده على اللحمه. صحيح. معظمنا ما نعرفش شكل الاختام او دي بتدل على ايه او لونها ايه، الكلام ده كله. تمام. فافضل حاجه ان احنا نجيب اللحوم المصدر موثوق منه، دي نمره واحد. نمره اتنين، اللحمه بيبقى فيه طبعا اللحمه البقري غير اللحمه البتلو غير اللحمه الضاني. كل لحمه من دول بتبقى ليها ريحه معينه، ليها مواصفات، ليها لون معين. فطالما في الشكل الاطار العام السليم اللي احنا عارفينه مفيش اي حاجه مختلفه فيها، يبقى دي لحمه مظبوطه. لو حسينا بقى ان اللحمه مخدره شويه، فيها ممزلقه شويه، او فيها ماده مخاطيه كده، ريحتها نفاذه، فيها ريحه مش مظبوطه، فطبعا دي اكيد لا، يعني حتى ولا التسويه. يعني في ناس مثلا تقول لك لما تدخل النار خلاص يبقى كده اللحمه بقت مظبوطه، لا طبعا الكلام ده مش مظبوط تماما يعني. فلازم اللحمه من الاول خالص تبقى مظبوطه 100% وسليمه، على اساس ان احنا ندخلها بقى في مرحله الطبخ ومرحله اللي احنا ناكلها بعد كده. جميل جدا. اتفضلي. كنت هتكلم على التسويه كمان، ان احنا لما نسوي اللحمه لازم نعرضها لدرجه حراره فتره مناسبه ودرجه حراره مناسبه كمان للتسويه، ما نجيش ناكلها يعني في ناس بتاخد اللحمه ميديم مثلا او الحاجات اللي هي بتبقى فيها ممكن تبقى فيها دم او كده، ده برده حاجات مش صحيه. المفروض ان اللحمه اول ما الميه تغلي، لو هنسلقها مثلا، مجرد ما الميه تغلي هنحط نغسل اللحمه كويس جدا بره، وبعدين نحطها في الميه. طبعا ممكن وارد ان يبقى في ريم على الميه، الريم ده يتشال خالص، ويا ريت الافضل كمان ان احنا ندلق الميه دي خالص ونحط ميه نظيفه. مثال كده يعني الناس اللي بتحب بقى الشوربه بتاعتها هتطلع شوربه هي، بس دي مجرد طعمها مش هيبقى، لا 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 خالص، اصل هي لسه ما دخلتش في مرحله سوى. يعني احنا ممكن نجهز ميه سخنه ثانيه جنبنا، حله ثانيه فاضيه، ونحط فيها الحله اللي احنا هنعمل فيها الشوربه دي، نحط فيها اللحمه مغسوله، لو طلع الريم هندلق الميه دي كلها ونغسلها ونروح حاطينها في الميه النظيفه. جميل. اللي بتغلي جنبنا. خلاص اللحمه كده، اولا الشوربه بتبقى طعمها حلو جدا. نبتدي بقى نحط عليها جزر وبصل والحاجات اللي احنا بنحطها، دي نكهة حبه، هي ورق لورا، الحاجات دي كلها. ونسيبها بقى مجرد ما تبتدي تغلي نوطي عليها ونسيبها براحتها بقى خالص. فبيبقى طعمها حلو جدا، الشوربه بتاعتها بتبقى واخده الطعم الحلو بتاع اللحمه. بعد كده كمان بتبقى مستويه كويس، ما بيبقاش في منها اضرار. يمكن احنا حتى هنا في مصر وفي اغلب المجتمعات العربيه بنحب نتناول اللحوم يعني تبقى مستويه كويس جدا. اكيد طبعا. بره شويه بياكلوها نص سوا بتبقى لسه. فدي طبعا اللي احنا بنخاف منها، ان ممكن تبقى فيها بعض البكتيريا او الميكروبات يعني بسبب عدم طهيها بشكل جيد. بيبقى في مشكله كمان في الهضم. طبعا كمان ده غير مساله تعمل عسر هضم. طبعا. طبعا
تمام. ما بتبقاش مستويه كويسه، ما بتبقاش ولا سيفتي ولا الهضم كمان بتاعها بيبقى مظبوط. طيب بالنسبه بقى لعيد الاضحى والناس طبعا شويه بتاكل لحمه بشكل مفرط، الى اي مدى تناول اللحوم بشكل فيه افراط ممكن يسبب مشاكل للجهاز الهضمي وللناس تحديدا اللي بتعاني من بعض المشاكل في الجهاز الهضمي؟ لا هو حتى للطبيعي، الناس اللي هم الطبيعيين اللي هم بياكلوا عادي ما فيش مشكلة عندهم في الجهاز الهضمي، هو المفروض ان قطعة اللحمة ما تزيدش اللي احنا هناكلها دي عن 100 جرام. يوم ما هنزود قوي هتبقى 150، لكن مش اكتر من كده، يعني قطعة قد كفة الايد كده هي دي اللي احنا هناكلها. اكتر من كده بقى احنا بنعمل حمل زيادة، هضم اللحمة لما بناكل لحمة كتيرة وبتتهضم معانا بيبقى فيها ايض للحمة، تنتج عنها مواد بتبقى ضاره يعني بالذات اللحمه الحمراء. طبعا بترفع نسبه الكوليسترول طبعا، وبعدين خاصه ان احنا في العيد بقى بنفتري، يعني ممكن فطار وغدا وعشاء لحمه والكلام زي ما نكون محرومين طول السنه من اللحمه. فعلى قد ما نقدر ان احنا ما نكترش، خلينا في المعقول ناكل اللحمه بالشكل اللي احنا عايزينه ما فيش مشكله، طالما هي مره يعني مثلا هي طرق الطهي كمان، في طرق طهي بتبقى مناسبه وبتبقى صحيه وما فيش فيها مشكله بالظبط، وما بيحصلش منها نواتج كمان ضرر بالصحه. يعني مثلا الشوي ده من اخطر على فكره طرق الطهي. معقول؟ طبعا شوي على الفحم، يعني دايما بنسمع ان اللحمه المشويه تبقى اخف. لا المشويه في الفرن المشوي مش على الفحم. اللي على الفحم ده مش كويس، لكن احنا ممكن ان احنا نحط شويه ضوابط واحنا بنشوي على الفحم بحيث ان احنا نقلل المخاطر اللي ممكن تحصل منها. هي المخاطر بتيجي اصلا من الفحم، لما بنيجي نحط عليه اللحمه بيبقى فيها دهون، فالدهون ديت لما بتنزل على الفحم بتطلع ابخره، الابخره دي لما بتيجي تترسب على اللحمه واحنا ناكلها مع كترتها وان احنا بنستمر من عليها على طول ممكن تسبب لا قدر الله سرطانات. فطب احنا ليه في غنى على الحاجات دي كلها؟ لو احنا حابين ان احنا ناكل لحمه مشويه هنحط بقى شويه ضوابط كده، ان اللحمه علشان خاطر ما تاخدش وقت كتير على الفحم نقطعها قطع صغيره، نحاول على قد ما نقدر انها ما يكونش فيها دهون كتير، يبقى احنا قللنا الدهون اللي بتنزل على الفحم. كمان ان احنا ممكن نشوي معاها خضار، يعني ممكن نحط طماطم، ممكن نحط جزر، ممكن نحط بصل، فلفل، الحاجات زي الباربيكيو اللي احنا بنعملها في عصايه كده، نحطها في العصايه بتاعه الشوي ونحطها مع الخضار، الخضار بيقلل كتير المضار اللي ممكن تطلع من المشاكل بتاعه الفحم. بالاضافه لكده كمان ما نحطش الفحم ما يكونش مهوج قوي، يعني تبقى النار بتاعته نار هاديه معقوله، ما يطلعش منها نار، يعني حتى كمان لما يبقى في ايدينا بخاخه احنا طبعا الدهون لما بتنزل على الفحم ممكن تعمل نار، بتساعد على الاشتعال بالظبط. فاحنا هيبقى معانا بخاخه، احنا مجرد بخه واحده بس كده نطفي النار اللي هي طالعه دي والفحم والع زي ما هو، فالحراره بتاعه الفحم كفايه قوي انها تسوي، مع انها قطعه صغيره مع اننا حاطين خضار، فدي بتقلل بكتير قوي قوي. وبعدين احنا مش بناكل مشوي تقريبا طول السنه يعني غير في العيد ممكن ما بتبقاش يعني. كتير. طيب دكتوره اللحوم المصنعه يعني من اخطر انواع اللحوم، ويمكن احنا مع كمان موسم دخول المدارس وحضرتك عارفه ان كل الاطفال وحتى الشباب بيبقوا حابين طبعا اللانشون والبرجر والسوسيس الحاجات الكلام ده كله، نصيحه من حضرتك لكل الامهات مع دخول المدارس والجامعات اللي بتعمل اكلات لاولادها، ازاي تقدر تستبدل هذه الحاجات بمأكولات صحيه برضو ايضا من اللحوم مفيش مشكله، يعني اديهم الجانب البروتيني ولكن يكون يعني جانب مضمون لحمه صحيه. حلو قوي. احنا بصي هو مش مطلوب ابدا في وقت المدارس ان احنا ندي لاولادنا سندوتشات لحمه على الصبح، يعني هما اساسا المفروض ان هما يبقوا نازلين على الاقل واخدين كوبايه لبن الصبح قبل ما يتحركوا، وبياكلوها زي لانش خفيف كده في يعني غدا خفيف وسط اليوم، حاجات بسيطه جدا، هو ده فطار ليهم، هو ده مش غدا، فالمفروض ان هو ما يكونش فيه لحوم بمعنى كلمه لحوم. لكن في الغالب في ناس دلوقتي اتجهت مع الاضرار اللي بتبقى موجوده مع اللحوم المصنعه، ابتدت فعلا ان هم يعملوا اللانشون والحاجات دي في البيت. المشكله ان احنا نجيب الطريقه بتاعتها مظبوطه ونجيبها من على النت ونبتدي نعملها، والطرق دي بقت متوفره على النت جداً. يعني وبتطلع هايله على فكره، طعمها حلو قوي، كلها مواد طبيعيه. الحاجات الجاهزه دي بيبقى عليها الوان صناعيه، بيبقى عليها مواد حافظه طبعا علشان خاطر تستمر فتره البيع كلها او فتره التسويق. كمان احنا مش ضامنين اللحوم اللي هي اتحطت فيها دي شكلها ايه،
يعني ممكن تبقى اي لحوم، اي انواع لحوم اتحطت على بعضها واتفرمت، وممكن تبقى مش لحوم كمان، ممكن تبقى اجزاء تانية من من الذبيحة يعني. فالحاجات دي كلها بتتفرم مع بعضها ويتحط طبعا التوابل بتغير الطعم مع الاضافات اللي هي بتدي نكهة وبتدي طعم وبتدي لون الحاجات دي كلها، فكله بيتغطى في قلب بعضه وبيديك الشكل النهائي اللي هو مفروض ان بيبقى مرغوب في التسويق. فاحنا لو عملنا الحاجات دي في البيت، حتى ممكن ندي اللون على فكره من حاجات طبيعيه، ممكن من البابريكا تدي اللون الاحمر الجميل ده، الكركم بيدي اللون الاصفر مثلا، الكركم يدي اللون الاصفر، ممكن نعملها من اللحمه بتاعه الفراخ، ممكن نعملها من لحمه البقري العادي. فاحنا في ايدينا نعمل كل الحاجات دي في البيت، ممكن نعمل مخبوزات محشيه جبنه مثلا، جبن اي نوع من انواع الجبن. فالحاجات دي لو بنتعمل في البيت احسن، ولما نقلل شراها من بره افضل بكتير. والحاجات على فكره ما بيبقاش التاثير بتاعها في لحظتها، الاطفال حساسين جدا، بيبقى على المدى البعيد كمان طبعا. على المدى البعيد بتاثر جامد على الولاد يعني. لما بيكبر ويبقى شاب بقى بيبتدي تبان عليه الاثار بتاعه المشاكل اللي كان بياكلها وهو صغير يعني. حتى احنا بقينا نشوف دلوقتي ان في شباب كتير سنهم صغير بيتعداش 30 سنه وعندهم ضغط واللي عنده سكر واللي عنده ومشاكل على في الكلى طبعا يعني كتير. نتيجه الاكل السريع واللحوم المصنعه اللي بتتجاب من بره دي كلها بتبقى اضرارها كبيره. فاحنا ليه نضرهم وهما لسه احنا المسؤولين على على الاطفال على الروح دي؟ فعلشان خاطر ما نضرهمش، ان احنا على قد ما نقدر الحاجه اللي عارفين فيها ضرر نمنعها، ونحاول نعملها في البيت على قد ما نقدر. وده دور الام برضو من ان هي تعود ولادها من الصغر طبعا مش على الاكل اللي من النوع ده يعني. بالزبط. تديهم اللحوم والبروتينات ولكن في شكل تاني، مش لازم السوسيس والبرجر والمانشون. وبعدين عايزه اقول كمان ان مش البروتين هيبقى بس مصدر اللحوم، البيض والالبان يعني احنا عندنا مصادر كتير. والالبان والفول، الفول جميل. احنا لو عملنا الفول وحطينا عليه فلفل، قطعنا عليه فلفل اخضر سواء حامي للي بيحب الحامي او فلفل رومي، وحطينا عليه عصير ليمون، استفدنا بالحديد اللي موجود في الفول، استفدنا من البروتين اللي موجود في الفول، بيتحط عليه نقطه زيت او زبده زي ما هم عايزين، الزبده خفيفه برده ما فيش فيها مشكله. وطبعا بكميه صغيره قوي الوجبه جميله. يعني مش شرط ان احنا اذا ما اكلناش لحمه يبقى ما اكلناش بروتين يعني. صحيح. خليني اسال حضرتك عن جزئيه مهمه جدا، التغذيه السليمه من اللحوم بالنسبه للاشخاص الكبار في السن او اللي بيعانوا من بعض المشاكل الصحيه زي الضغط والسكر، تاثير تناول اللحوم عليهم ممكن يكون ازاي، وخصوصا لو بشكل مفرط؟ تمام. هو طبعا الاطفال هما اللي بيبقوا محتاجين بروتين اكتر. يعني بالنسبه للولاد هما اللي محتاجين، الاعمار اللي هي بتبقى لسه محتاجه في مرحله البناء بتبقى محتاجه نسبه اللحوم اكتر يعني. لكن كل ما كبرنا في السن كل ما الاحتياج بتاع البروتين بيبقى اقل شويه. احنا محتاجين بروتين بس مش بنفس الكميه اللي الصغيرين محتاجين لها. فاحنا لو خدنا واحنا كبار كميه كبيره بتاعت اللحوم دي هتاثر بقى، بتزود الكوليسترول وخاصه اللحمه الحمراء. كمان بتعمل مشاكل في الهضم، وخاصه ان احنا كل ما بنكبر كل ما الكفاءه بتاعت الهضم عندنا بتقل. فعلى قد ما نقدر ان احنا ما ناخدش يعني، ممكن تبقى توصل بدل ما قلت 150 جرام ممكن نخليها 50 جرام او 70 جرام بالكتير قوي لحمه. وما بيبقاش كل يوم يعني، اللحمه الحمراء ممكن تبقى مره واحده في الاسبوع كفايه قوي قوي. ممكن نستبدل كده بقى باننا ناكل سمك. واللحوم البيضاء برضو، واللحوم البيضاء برضو ممكن ضرر. ممكن نبقى اللحوم البيضاء مرتين في الاسبوع والسمك نكمل بقيه الاسبوع من السمك، ايه المشكله؟ بيبقى السمك فيه اوميجا 3، اللحمه بتاعته البروتين بتاعه بيبقى سهل الهضم فما بيحصلش مشاكل في الهضم معاه، وخاصه لما يتعمل مشوي كمان مع خضار في الفرن بيبقى جميل جدا جدا، مش ضروري يكون مقلي عشان خاطر الدهون اللي بيكتسبها من الزيت. والسمك عاده من الحاجات المفيده كمان للاطفال قوي. طبعا طبعا، خفيف في الهضم وبتاخدي منه فوائد مش بتعمل لك مشاكل. صحيح. طب احنا دكتوره ازاي نتبع نظام غذائي سليم من خلاله يعني نقدر نكون بناكل كل اللي احنا نفسنا فيه وفي نفس الوقت بنحافظ على اوزاننا وما بنصابش بامراض خاصه بالسمنه وارتفاع الكوليسترول وهكذا؟ الثلاث وجبات اللي احنا
في ناس بتهمل وجبه الفطار بالذات، في ناس كتيره قوي بتهملها. لا، احنا المفروض ان احنا ناخد 3 وجبات، والثلاث وجبات دي بيبقى متخللها وجبتين كمان، يعني ممكن ناخد في حدود 5 وجبات في اليوم، 3 اساسيين و2 في النص كمان اللي هما اللي بيبقوا سناكس. السناكس دول طبعا حسيت ان العدد كبير، وانا قلت لك 5 وجبات واحنا بنقول مش عايزين نتخن ومش عايزين نزود في الوزن والكلام من ده. لا، هي نوعيه الاكل كمان عليها عامل كبير قوي. بالظبط، يعني احنا لو خدنا الصبح الفطار، فطرنا كويس، اولا الحرق بتاعنا من الصبح بيبقى عالي، يعني من بدايه اليوم من الساعه 5 لغايه الساعه 1 الكيرف بتاع الحرق بيبقى عالي، بيبتدي يعلى لغايه لما يوصل لغايه الساعه 1. بعد الساعة 1 بيبتدي الكيرف ينزل تاني، فيبقى معدل الحرق بيقل. يبقى معنى كده ان احنا ما ناخدش حاجات هاي كالوريز في الوقت بقى اللي بعد الساعة 1. عشان كده بيقولك، في مثل بيقولك ايه، افطر فطار الملوك وتغدى غدا الامراء وتعشى عشا الفقراء. معنى كده ان احنا العشاء بتاعنا بيبقى بسيط جدا، يعني حتى لو كوباية زبادي او ثمرة فاكهة او ثمرة خضار كافي قوي، وده اسمه عشاء. بالنسبه للسناكس اللي بتبقى موجوده في النص، يعني طبعا الافضل ممكن ناخد كوبايه عصير من غير سكر، ثمره فاكهه مثلا، ثمره فاكهه، سمكه خضار، الحاجات دي. ما نجيش ناكل بقى كيس بطاطس محمره ولا الحاجات اللي هي سناكس برضو، او المخبوزات اللي هي برضو بتبقى سناكس، بتتاخد دي برضو ممنوعه، بتبقى موجوده فيها دهون، موجود فيها دي الابيض، نشويات عاليه كمان. نشويات عاليه، نحاول على قد ما نقدر. طبعا انا قلت الخضار والفاكهه، الخضار والفاكهه بيبقى طبعا عارفين القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، بيبقى فيه العناصر الغذائيه، بيبقى فيه فيتامينات، المفروض الحاجات دي لازم ناخدها كل يوم. والحاجات المهمه كمان بالبلاس الحاجتين اللي انا قلتهم دولت، الالياف. الالياف دي احنا لو نعرف الميزه بتاعتها قد ايه، قيمتها مش غذائيه كبيره، مش هنبطل. فالالياف بتنظم حركه الامعاء، هي طبعا نوعين من الالياف، فالنوعين كل نوع منهم بيبقى ليه الفايده بتاعته، بس في العموم الالياف بتنظم حركه الامعاء، فما بيحصلش امساك. ده مع الميه، يعني ناخد الياف ومع وجود ميه كمان. تخيلي بقى ثمره الفاكهه فيها الميه وفيها الالياف مع بعض، فجميله. بالاضافه لكده كمان ان الالياف في منها النوع الدايب ده، بيحصل امتصاص او مش امتصاص، ادمصاص، يعني السكر والعصاره اللي هي الصفراء بتدمص عليها، على الالياف اللي هي الدايبه في الميه دي، بمعنى انها بتلزق عليها. بتلزق عليها وتروح واخداها وخارجه بره الجسم، فبتروح محفزه ان الكبد ان هو يعمل عصاره جديده من الكوليسترول اللي موجود في الدم، فبيقلل نسبه الكوليسترول اللي موجود في الدم. فطبعا يبقى الالياف كمان بتقلل، بالاضافه ان هي ما بتعملش امساك مع وجود الميه، بالاضافه لكده بتقلل السكر وبتقلل الكوليسترول، وبتحافظ على البنكرياس كمان، من انه احنا لما ناكل حته شوكولاته وثمره تفاح مثلا، لو اخذنا حته شوكولاته السكر بينزل بسرعه على الدم، فبالتالي البنكرياس بيزود افراز الانسولين، فبنعمل عليه اجهاد طبعا، فده مش كويس. لكن لو خدنا ثمره الفاكهه اللي احنا خدناها شويه دي، من امتصاص السكر مش بيدخل مره واحده على الدم، بيدخل بالتدريج خالص، ومش كله بيدخل على الدم. ففي الحاله دي ان احنا ما بنعملش الاجهاد على على البنكرياس، وبالتالي ما بيصابش بعد كده الانسان بمرض سكر، والعياذ بالله ان هو ممكن يتصاب بيه يعني. تمام. طب دكتوره صفاء، سريعا كده برضو نصيحه من حضرتك لكل الامهات والسيدات العاملات حول طريقه التخزين السريعه للمأكولات والاطعمه، عشان نحافظ على سلامه الغذاء وبالتالي تكون تغذيه سليمه للاطفال ولجميع افراد الاسره. تمام. هو بالنسبه للوجبات اللي هي بتبقى جاهزه اللي احنا بنعملها في البيت، يعني طبخنا النهارده وعايزين نشيل بقى الطبيخ، وعايزين نشيل، يعني هو طبعا الناس اللي هم الستات اللي بيشتغلوا بيبقى صعب عليهم ان هم يعملوا اكل كل يوم. صحيح. فهم لو عملوا وجبه تكفي 3 مرات مثلا، عملنا 3 ايام وجبه هناكل منها النهارده ومش عايزين ناكل منها بكره، فنروح عاملين كيسين او علبتين، اكياس طبعا من الانواع النظيفه اللي هي بتبقى للاستخدام بتاعه الاكل بس. صحيح. هنحط فيها الطبخه، هنقسمها على وجبتين، وهنحطها بشكل منتظم في الفريزر طبعا مقفوله كويس وما بيبقاش فيه هواء في الكيس.
وتتحط في الفريزر لغاية وقت الأكل. وقت الأكل هنطلعها لإما تحط في الميكرويف لإما قبل الأكل بشوية وبعدين نسخنها، بتبقى زي ما تكون لسه معمولة حالا دلوقتي. هتعمل جنبها شوية رز وخلص أو شوية مكرونة وتبقى وجبة سليمة وجديدة وكأنها لسه مطبوخة. بالنسبة للحوم، إن إحنا اللحوم اللي هنجيبها طبعا مش كلها هتتعمل خاصة في العيد، فإحنا اللحمة هنقسم كل قطعية لوحدها وهنقطعها بشكل المناسب اللي احنا هنطبخ بيه. نعم. وبعد كده هنرصها في كيس برضو نخرج منها الهواء، وكل وجبة بوجبتها يعني. نعم. الكيس بيبقى فيه الوجبة بتاعتنا. نعم. وهتترص برضو بشكل مناسب وناخد منها بدل ما نحط كله على بعضه في الفريزر أحسن وبعدين نطلع ناخد اللي احنا عايزينه وندخله تاني، فطبعا بيحصل فساد للحمة. انا في نهاية اللقاء انا بشكر حضرتك جزيلا دكتورة صفاء على وجودك معنا النهاردة وافدتينا جدا بمعلوماتك القيمة حول كيفية طبعا الحفاظ على سلام الغذاء وكيفية اكتشاف هل الغذاء ده صالح للاستهلاك ام لا. انا بشكر حضرتك دكتوره صفاء حسن استاذ التغذيه بمركز البحوث الزراعيه. شكرا لك. شكرا لك. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بتمنى تكون حلقه عجبتكم وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم الاسبوع القادم وحلقات جديده من ساعه سبعي. شكرا لكم والى اللقاء.